بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية من على موقع ديريك تنفو. سنرى بعض المصطلحات متعلقة بالأحوال الجوية كما نرى هنا. سنرى طبع الحالة الجوية ليوم 29 ديسمبر 2020 بتونس. إذن تونيزي تونس بريفيزيون ميتيو. إذن توقعات أرصاد جوية بور أوجوردوي لهذا اليوم. بور أوجوردوي لهذا اليوم 29 ديسمبر 2020 ليوم 29 دجنبر 2020. إذن كما نرى هنا un temps très froid aux premières heures de la journée avec l'apparition de gelée, peu de temps passagèrement nuageux. Un temps très froid aux premières heures de la journée avec l'apparition de gelée, peu de temps passagèrement nuageux. Et dans un temps très froid. Et dans le temps, un وقت جد بارد. كما نقول وقت جد بارد. Et dans le temps, un جو جد بارد. نعبر عنه بكلمة temps. Et dans un temps très froid aux premières heures. يعني في الساعات الأولى. إذا نتكلم على الجو أنه جد بارد في الساعات الأولى دو لا جورني لليوم افيك لاباريسيون. طبعا نتكلم على لو فيرب اباريتر. إذا هنا عندنا اباريسيون يعني ظهور. لو فيرب اباريتر يعني فعل ظهر. إذا ان طون تري فخوا او بروميير زور دو لا جورني حالة جوية باردة في الساعات الأولى دو لا جورني لليوم افيك لاباريسيون دو جولي مع ظهور الجليد. بو طون باساجيرمون نياجو. ثم نتكلم عن جو باساجيرمون نياجو مغمم ولكن passagèrement بشكل مار بوطون passagèrement نياجو. ثم نتكلم عن وقت. ثم نتكلم عن حالة جوية مغممة. نتكلم عن لينياج. لينياج الغمام. نقول عن الجو بأنه نياجو أنه مغمم. un temps نياجو. un temps نياجو. إذا نتكلم عن حالة جوية مغممة ولكن هنا عندنا passagèrement يعني بشكل مار يعني أنه ليس مغمما بشكل تام بل في بعض الحالات ستمر هناك بعض السحب. إذا نتكلم عن passagèrement كما نقول بشكل مار أو بشكل مروري. إذا نتكلم عن لوفير باسي مثلا. إذا نتكلم عن أمضى باسي لو طون يعني أنك تمضي الوقت. أو نتكلم عن ليسي باسي اتركهم يمرون. اترك يمر. اترك يمر. ليسي باسي اترك يمر. إذا نتكلم عن لوفير باسي. إذا هنا نتكلم عن passagèrement يعني بشكل مار. نتكلم عن الحالة الجوية بأنها مغممة ولكن بشكل كما نقول مروري. المقصود بأن ستكون هناك بعض السحب التي تمر من وقت لآخر. إذن un temps très froid aux premières heures de la journée avec l'apparition de gelée puis temps passagèrement nuageux. ثم نتكلم عن حالة جوية بشكل مروري أنها مغممة. المقصود كما قلنا بأن ستكون هناك بعض السحب التي ستمر من وقت لآخر. Les nuages seront plus denses. Les nuages seront plus denses. Seront plus denses. إذا نتكلم عن السحاب. إذا نتكلم عن مجموعة السحاب. Les nuages seront. أنهم سيكونون. طبعا نتكلم هنا عن le verbe être. Au futur simple. نقول je serai. أنا سأكون. Je serai président. أنا سأكون رئيسا. إذا نتكلم عن je serai. إذا نتكلم عن le verbe être. Au futur simple. Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. كما عندنا هنا. Ils seront. هم سيكونون. إذا نتكلم عن لينياج أنهم سيكونون. إذا نتكلم عن الغمام أنهم سيكونون. لينياج سورون بلي دونس. إذا نتكلم عن السحب أنها ستكون كثيفة. السحب ستكون كثيفة. لينياج سورون بلي دونس. إذا نتكلم عن السحب أنها ستكون كثيفة. لا نوي بالليل. سور لو نور افيك شوت. إذا السحب ستكون كثيفة بالليل. لينياج سورون بلي دونس. لا نوي السحب ستكون كثيفة بالليل. سور لو نور في الشمال. على الشمال. sur le nord avec chute de pluie مع سقوط امطار. avec chute de pluie مع تساقطات امطار. sur بيزارت على مدينه بيزارت. ثم على مدينه نفزه تباركا. ثم على مدينه تباركا. les températures seront en légère. اذا نتكلم عن الحراره. les températures كما نتكلم عن الحرارات هنا كما تلاحظوا بان كلمه température au pluriel. اذا les températures احيانا نتكلم عن la température. La température يعني الحرارة. إذا نتكلم هنا عن la température. إذا نتكلم عن مجموعة حرارات. seront. أنها ستكون. بنفس الطريقة نتكلم عن le verbe être. au futur simple. seront. إذا هاد الحرارات كما نقول أنها ستكون. en légère hausse. أنها ستكون في تزايد ولكن légère. نتكلم عن la hausse. ارتفاع. هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذا نقول هنا légère. أما في المذكر فنقول ليجي بدون لاكسون غراف ثم بدون هدء. نقول ليجي خفيف.
هنا عندنا لاجير، اذا نتكلم عن خفيفه، كما نقول ارتفاع خفيفه. اذا هد الحرارات، اذا نتكلم عن الحراره بمعنى اخر، انا ستكون في ارتفاع طفيف. اذا لي تومبيراتور سون او لاجير هوس لو ريست دو لا جورني، اذا ستكون هي في ارتفاع طفيف لو ريست دو لا جورني، بقيه اليوم. بقيه اليوم لي ماكسيمال فاريون، لي ماكسيمال اذا نتكلم عن، نقول مثلا ماكسيمال اقصى، اذا نتكلم هنا كما نتكلم عن القصويات، اذا نتكلم عن لي ماكسيمال، طبعا نتكلم عن ماكسيمال بدون او اس، اذا هذه ادجكتيف ديال ماكسيموم، ماكسيموم المقصود به الاقصى. هنا نتكلم عن، كما نتكلم عن شيء مؤنث نقول عنه قصويه، اذا كما نتكلم عن مجموعه اشياء مؤنثه نقول عنها بانها قصويه، يعني انها تصل الى اقصى حد، هذا هو المقصود. اذا لي ماكسيمال درجات الحراره القصويه، اذا فاريون ان ستختلف او ان ستتراوح بمعنى اخر، فاريون طبعا نتكلم عن لوفير فاريي، فاريي المقصود بها اختلاف، نتكلم عن لوفير فاريي، نتكلم احيانا عن لي فاريتي كما نتكلم عن المختلفات. اذا لي ماكسيمال، اذا نتكلم عن لي تومبيراتور ماكسيمال، لي تومبيراتور ماكسيمال درجه الحراره القصويه، درجه الحراره القصويه فاريون انها ستختلف او بمعنى اخر انها ستتراوح اونتر 15 و 20 درجه سيلسيوس اي سو سيتيون، ثم انها ستتموقع، المقصود بان ستثبت في درجه معينه اي سو سيتيون، ثم انها ستتموقع بمعنى اخر نتكلم عن درجه الحراره، اذا نتكلم هنا على الجمع سو سيتيون، طبعا عندنا او ان تي، اذا نقول ال سو سيتيون، اذا هنا سيتموقعنا كما نقول، طبعا نتكلم على تمبيراتور كلمات مؤنثه، اذا كما نقول هنا هنا سيتموقعنا، اذا نتكلم عن درجه الحراره انها ستتموقع 12 درجه سيلسيوس، 12 درجه سيلسيوس ستتموقع في 12 درجه حراريه سيغ لي هوتور في المرتفعات، اذا في الجبال الى غير ذلك، اذا ستكون الحراره محصوره في 12 درجه تقريبا. ثم عندنا ان فون فور، ان فون فور اذا نتكلم عن ريح قوي، لو فون مقصود به الريح، اذا ان فون فور اذا نتكلم عن ريح قوي دون فيتاس دو 60 كيلومتر الوغ، بسرعه 60 كيلومتر في الساعه، ان فون فور دون فيتاس دو 60 كيلومتر الوغ، اذا نتكلم عن ريح قويه بسرعه 60 كيلومتر في الساعه. سوفلوغا، سوفلوغا سي لو فيرب سوفلي، كما نقول انها ستنفخ، نتكلم عن لو فيرب سوفلي، نتكلم عن لو سوفل المقصود به النفخ او النفس، انك تنفخ، تنفخ على شيء مثلا، اذا نتكلم عن لو فيرب سوفلي، لو سوفل يعني النفخ. اذا هنا عندنا ان فون فور دون فيتاس دو 60 كيلومتر على سوفلوغا، اذا نتكلم عن ريح قويه بسرعه 60 كيلومتر في الساعه سوفلوغا، انها ستهب بمعنى اخر سور لي ريجيون كوتيير، على المناطق الشاطئيه، اذا نتكلم عن لي كوت مثلا الشواطئ، اذا كوتيير الشاطئيه، اذا نتكلم عن لي ريجيون كوتيير، اذا نتكلم عن المناطق الشاطئيه. إلو سود، إلو سود ثم الجنوب، إذا هذا الريح ستهب ب 60 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية، إلو سود ثم على الجنوب. ويل سوغا أكومباني دو فون لوكو دو سابل، ويل سوغا أكومباني حيث هو سيكون مرفقا، ويل سوغا أكومباني حيث هو سيكون مرفقا دو فون لوكو، دو فون لوكو برياح محلية دو سابل من الرمال. إذا نتكلم عن هذه الرياح، هذه الرياح التي تحدثنا عنها أنها ستكون مرفقة برياح أخرى محلية ولكن تحمل معها الرمال. Un vent fort d'une vitesse de 60 km/h soufflera sur les régions côtières et le sud où il sera accompagné de vents locaux de sable. إذا عندنا ريح تهب ب 60 كيلومتر في الساعة، تهب على المناطق أو الجهات الشاطئية، et le sud وتهب على الجنوب، حيث في الجنوب حيث ستكون مرفقة، ويل سوغا أكومباني دو فون لوكو دو سابل، ثم تهب على الجهة الجنوبية، ويل سوغا، ويل سوغا حيث هي ستكون أكومباني دو فون لوكو دو سابل، حيث ستكون مرفقة برياح محلية للرمال، المقصود أنها تحمل رمالا، من الرمال المقصود أنها تحمل رمالا، ويل سوغا أكومباني دو فون لوكو دو سابل، طبعا نتحدث عن رياح محلية من الرمال، هذه الرياح طبعا ستهب على المناطق الجنوبية. إذا هذه الرياح المحلية
من الرمال هي ستكون طبعا مصاحبة للرياح الأولى التي تحدثنا عنها في المناطق الجنوبية. مير تريز اجيتي اغوس، مير تريز اجيتي اغوس، إذا بحر جد هائج إلى حد بعيد. مير تريز اجيتي، إذا نتكلم عن بحر جد هائج اغوس إلى حد كبير. إلى فيجيلونس، إلى فيجيلونس، كما نقول الحيطة والحذر. إلى فيجيلونس، إذا نتكلم عن الحيطة أو الحذر. دوا غيستي دوميز، يجب أن تبقى دوميز. هذه العبارة تعني بما يناسب، بما يناسب ظرفية معينة تقريبا. إذا دوميز هذه عبارة تقال هكذا، المقصود بها بما يناسب وضعية معينة أو ظرفية معينة، بما يناسب مثلا معايير معينة. إذا نتكلم عن دوميز، لا فيجيلونس دو ريستي دوميز، إذا نتكلم عن الحيطة والحذر يجب أن تبقى. طبعا عندنا لو فيرب دوفوار هنا، دو ريستي، دوفوار يعني توجب، كما نقول أنه يتوجب أن تبقى. دو ريستي دوميز بما يناسب، كما نقول بور لي زاكتيفيتي دو نافيغاسيون، نتكلم عن أنشطة الملاحة. أنشطة الملاحة ممكن نتكلم عن أنشطة الملاحة الجوية، أو كما عندنا هنا أيضا أنشطة الملاحة البحرية. أنشطة الملاحة البحرية. مير تريز اجيتي اغوس اي لا فيجيلونس وريستي دوميز بور لي زاكتيفيتي دو نافيغاسيون، الحيطة والحذر يجب أن تبقى بما يناسب أنشطة الملاحة اي دو بيش وأنشطة الصيد. ريكوموند ليمن، كما نقول أنه ينصح ليمن. ليمن المقصود به لانستيتيو ناسيونال دو ميتيرولوجي، إذا نتكلم عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية. ميتيرولوجي، إذا نتكلم عن الأرصاد الجوية. لانستيتيو ناسيونال دو ميتيرولوجي، إذا نتكلم عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية. إذا هذه بعض المصطلحات متعلقة بالأحوال الجوية تونس مثالا لهذا اليوم. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.